احكي لكم قصة من يوم كنا صغار. مصطفى مصطفى بنبعو للشفا سيدو الأنبياء مشعل في الوفا كان في عرفه لبيعتا مدفا. مصطفى مصطفى منبعو للصفا سيدو الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. حن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا. كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيدو الأنبياء مشعل في الوفا كان في عرفه لبيعتا مدفا. كان في هديه منهجا وسطا كانت تساعده بسمة البسطا. سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. شكرا شكرا شكرا. فطوم 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 تعالي صعد جلامنا تعالي يا فطوم. أعجبكم صوت فطوم؟ صوتوا لها على التصفيقات التي تأتي منكم أيها السادة. قولي لهم قولي لهم يا فطوم أحبكم. أحبكم. يلا باي. يلا مرة ثانية قولي لهم أحبكم. أحبكم. والله العظيم. يا هذا من عندك؟ أمانة رجعها بس اسمع ما قال. عمر. ها العصفور. البشرة تتلالى على المورة.